كلب تربيه كي تقولي له اتاكي اتاكي، ما يحوش يعطيك شكون، شيخ جوزات طفل صغير اشيان بيان دريسي الى اتاك كونت اون يوردون داتاكي. هادو هما لا بوليس اللي يقمعوا في الشعب، كلاب نتاع الاستعمار هذا مدربين على القمع ماشي مدربين على حفظ الامن، ماشي مدربين على امن المواطن، ماشي في خدمه المواطن وفي خدمه الجزائر، في خدمه اسيادهم. دونك كيما الكلب المدرب على هذه، احنا قلنا الكلب طول واحد وما نتراجعش عليها. Mais M. Rahmani, vous ne pensez pas que ce qu'ils sont en train de jouer ma chape, parce que ils l'ont relâché, ils l'ont relâché, c'est vraiment... Il faut que les gens comprennent. Le pouvoir illégitime. Il veut gagner du temps. Non, il joue à une guerre psychologique contre le peuple. Il joue à tout. Une guerre psychologique, une guerre de répression, une guerre médiatique, de la propagande, plein de mensonges, de l'intox. يعني يتعامل مع الشعب على أساس حرب psychologique, حرب قمعية وحرب إعلامية. باش يكسر هذه الثورة الشعبية. باش يفشل هذه الثورة الشعبية. باش يعيي هذه الثورة الشعبية. وافقوا على طبقة سياسية. أو التحقوا بطبقة سياسية لأنه دون قيادة سياسية لن يكون الانتصار. كاين ناس قالت لك سلمياتنا أقوى من رصاصهم، ما كانش منها خرطي. سلمية بدون قيادة سياسية ما كانش منها. سمعت واحد مد مثال على جورجيا، واحد مد مثال ما بليش واش، روحوا شوفوا جورجيا، روحوا شوفوا الأوكران، روحوا شوفوا سكون أبل لي ريفوليسيون كولوري دي بيي دلاست اللي ما كانش عندهم قيادات سياسية. وين وصلوا؟ ما وصلوا لوالو، وصلوا للفوضى، ومن استعمار تاني هما تاني عايشين فيه وديكتاتورية جابوا ديكتاتورية واحدة أخرى ألعن منها، لأنه ما كانتش عندهم طبقة سياسية. لازم الشعب يفهم، ما عندناش. كل الأحزاب السياسية المعتمدة أحزاب خائنة مهما كانت صفتها. تلقى رئيس الحزب يقول لك أنا كونتر تبون وكونتر النظام، بصح عنده برلمانيين وعنده ناس في الميري وعنده ناس في المجالس الولائية. هاو الإشكال وين؟ كلش كذب. لازم كامل الطبقة السياسية هذه اللي عرفتها الجزائر معتمدة وغير معتمدة، لكن اعترفوا بها البلاطوهات نتاع إذاعات الزيقوات، طيشوها للبحر وتخرج طبقة فعالة من أوساط الحراك الشعبي. لازمها تخرج في الداخل ولا في الخارج، والله يتمحوروا حولها، والله يخلقوا قيادات ويكثروا من القيادات باش هكذا تحير الحكومة في القمع نتاعها، وتكون عندها مطالب سياسية حقيقية. بدون قيادة راهي ما تنجحش، راهي ما تنجحش ومش راح تنجح، راهو من المحال. حتى من الله عز وجل كي يهبط الرسالة تاعو يهبطها على نبي قوت أمان للهداية. كون هكاك ثانية وبعثها سلمية سلمية، هبط القرآن بالورق وسربها على الناس. مي لازم تكونوا شوية عاقلين، لازم تحلوا دمغيكم وتنحيوا هذه فقدان الثقة في الناس بكل. ما تثقوش في الأشخاص، أعطيني برنامجك، كي نقرا برنامجك ونفهمه نتبعك. يعني تبع برنامجك ما تبعكش انت كشخص. كي نتبع انا شخص ومات الشخص هذا نضيع انا؟ لا، نتبع برنامج ونعمل به حتى ويموت الانسان اللي جاب البرنامج، انا نكمل به البرنامج تاعو. هذه هي برنامج جنوشي، هو استقلال الجزائر، اقامه دوله القانون. لازم يتمحور حول القياده، لازم يخلق قياده، لازم يخلق قيادة. ما تكزيستيش ثورة بلا قيادة، يا راهي من المحال يا جماعة، راهي من المحال. إيه مسيو رحماني سي نورمال، فا سي نورمال. يفضري كا باسكو كونت اون فوا سور لي ريزو سوسيو الحراك إي تخي انفلتري، كو سوا ميدياتيكمون ولا سور بلاس ولا ليترونجي. سيتيزير كو الشعب ميم لي ايتوديون كيتي تخي فولونتير، je dis pas qu'ils ont baissé les bras, aucun n'a baissé les bras, au contraire, le hirak mazallo comme au départ. Mais ils n'arrivent toujours pas à faire confiance à des personnes, des porte-paroles. Ils n'ont pas compris, il faut qu'aujourd'hui ils comprennent que
Il faut des porte-paroles, c'est pas des représentants qui vont parler aux tous les Algériens. Il faut la preuve, elle est là. هذا اللي حطوه في منصب رئيس الجمهورية. نقول حطوه لأنه مش رئيس. C'est porte-parole de l'Assemblée. كي يحب يدير مسرحية الحوار. ما من راح يهدر. مع حزيبات ومع شخصيات أكل عليها الظهر وشارب. ما شفناهم هضروا. نهار كانت الجزائر في الزبل. وبوتفليقة والمافيا يعيتنا فيها فسادا. ما رايحين نشاورهم درك مع من يهضر. الشعب خرج للشارع سمعت سلوغو مليح تبون غير شرعي حنا نتفاوضوا مع الجنرالات وي لكن كاين هضره راح تكون مع جنرالات الجيش لكن بتشكيل قياده سياسيه شعبيه وماشي هضره تاع كيفاش راح تسلم السلطه ماشي هضره واش نديروا لا لا هنا نهضروا كيفاه تسلم السلطة في أي أجال والطريقة اللي تسلم بها السلطة لأنه درك ولات كما نقولوا احنا الوضعية حقيقة متأزمة في الحدود ومتأزمة من ناحية المالية والاقتصادية في الجزائر لدرك رانا في مرحلة ما لازمش يكون اختلال ولو كان 24 ساعة معينة آمنة يعني دون كونديسيون اوبتيمال بور غاردي لو ماكسيموم دو سيكوريتي او نيفو ناسيونال مي il faut qu'il y ait une transition politique il n'en est pas question il n'y a pas une autre solution à part une transition politique mais faudrait-il déjà qu'on ait un pôle politique qui va participer à la transition monsieur Khamenei comme c'est la première fois qu'arrive au peuple algérien ils n'arrivent pas à imaginer que هاد العصابه moi deux je devrais imaginer pourtant ils le savent comme si que العصابه c'est les colons à France qui m'a daro qui m'a daro en 50 en 62 il faudrait que c'est l'histoire qui se répète avec ممثلين اخرين des acteurs اخرين tout simplement شوفوا il y a bien eu des والله العلي العظيم جميع من يقول لكم ما تخرجوش ممثلين حتى يروحوا كاع جميع من يقول لكم مهما كانت صفته اما عميل خاين سياسوي عنده اهداف شخصيه سياسويه اما جاهل وما عنده حتى علاقه بالسياسه وبالثوره وبالثورات وفي كلتا الحالتين فهو مرفوض اي واحد يقول لكم ما تخرجوش قياده إما خاينكم إما جاهل يحوس هو تاني يتسلط عليكم